مساء الخير. بنمسي دايما بالحب وبالفرح وبالطاقات الايجابيه. مساء الفرح والطاقه الايجابيه، مساء المحبه والسلام، مساء التسامح والغفران، حب الحياه يا انسان. الله وهبنا نعمه النسيان حتى ننسى غدرات الزمان. فينا ما نضلنا نكون دايما زعلانين، دايما متشائمين، دايما عم نفكر او عم نندم على اشياء مرقت بحياتنا او نزعل على اشياء مرقت بحياتنا. ما نفكر بشيء مرق وقطع، خلينا نفكر بالمستقبل، خلينا نضلنا نفكر بامل وتفاؤل. الامل والتفاؤل بجدد العقل، واذا تجدد العقل تجدد الجسد كله. مساء السعادة من رب كريم. الله سبحانه وتعالى بيسامح وبيغفر وبيمهل وبيعطينا ومنورنا عقلنا، فخلينا نحن نحب حالنا، نحب الحياة. من أحبه الله حبب الناس به. حبنا للحياة فرح، حبنا للناس جمال، حبنا للعطاء نعمة، حبنا لعملنا واجب. من أحبه الله حبب الناس به. محبة الناس بركة وخير علينا، إنه الناس تحبنا والناس تدعي لنا بالخير. البركة جندي من جنود الله. إذا حلت في المال أكثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وإذا حلت في الجسم قوته، القوة يعني الإيمان، وإذا حلت في القلب أسعدته. لحتى يكون في بركة ببيتنا وبحياتنا بدنا نكون من جوا طريقة تفكيرنا حلوة وإيجابية. ليست حياتنا سوى تجسيد لأفكارنا. ما من قلب يسامح إلا وعاش مرتاحا، ما من نفس ترضى بالقدر إلا وباتت سعيدة، ما من روح تردد الحمد لله إلا وكانت مبتسمة. ابتسم رغم كل شيء. الابتسامة في وجه أخيك حسنة. إذا ابتسمت بوجه طفل بيشعر بحنانك، إذا ابتسمت بوجه عدوك بشعر بقوتك، وإذا ابتسمت بوجه من تحب فسيشعر بحبك. الحب من أعظم هبات رب العالمين. العلم بدون حب كارثة، العقل بدون حب تدمير، المال بدون حب شر، الذكاء بدون حب غباء. من أجمل نعم رب العالمين علينا إنه وهبنا كتير أشياء، بس وهبنا القلب، وهبنا العقل. القلب لنحب، لنغفر، لنسامح. والعقل، العقل هو الوعي، هو الإدراك، هو استيعاب الأمور. يا رب، من وهبته العقل ماذا حرمته؟ ومن حرمته العقل ماذا وهبته؟ اللي بيكون عنده مال الدنيا، واللي بيكون عنده صحة، واللي بيكون عنده كل شيء بس ما عنده عقل، شو بينفع؟ معاملة الجسد تبدأ بمعاملة الروح، بما معناه أنه نحن لما يكون عنا الروح المرحة والروح الحلوة والطاقة الإيجابية والتفكير الحلو وحبنا للحياة، مثل ما قلنا أنه وحكينا بحلقة الماضي أنه الحياة حلوة. الحياة مش بس حلوة، الحياة بتجنن، بس بدنا دايما نفكر بإيجابية. الإنسان الإيجابي لا تنتهي أفكاره، والإنسان السلبي لا تنتهي أعذاره. يعني بكل مشكلة، كل ما تلاقي له حل لمشكلة الإنسان السلبي بيلاقي لك بكل حل مشكلة، بينما الإنسان الإيجابي لكل مشكلة بيلاقي له حل. الإنسان السلبي دايما مكشر، الإنسان الإيجابي دايما مبتسم. والإنسان الإيجابي بيساعد غيره، الإنسان السلبي بينطر المساعدة من غيره. الإنسان الإيجابي عنده طموح وعنده أحلام، بينما الإنسان السلبي عنده أوهام، بضل يقول ما بعرف، ما بقدر. كلمة ما بعرف، كلمة ما بقدر، كلمة لا، لا أقدر، لا أستطيع، لا أعلم، ما تستعملوها بحياتكم. أداة النفي ما تستعملوها. بشوف يعني أنا بقول للي بيكونوا حوالي أو للي بيشتغلوا معي أو لأولادي، إذا بدي أسأل عن شغلة ما تقولوا هاي خلصت، ما تقولوا هاي ما في منها خلص، لا، هلأ منشوف، يمكن في، هلأ منلاقي، ممكن إذا ما لقينا نجيب غيرها. بتحط البركة. دايما نقول الشيء الإيجابي. الإنسان الإيجابي يرى في العمل أمل، والإنسان السلبي يرى في العمل ألم. في ناس بتتعب لحتى تروح على شغلة،
وبتروح وهي مزعوجة وكيف بدي روح وما إلي جلادة وتعبانة وأي ساعة بيخلص الدوام، واللي بيكون إيجابي بيروح وهو هايبر ومبسوط، بتلاقي كل شيء بيفتح قدامه، حتى الرزق حتى الخير. في كتير أشياء لازم نحن نتعود إنه نحن نعملها. بالدرجة الأولى قبل ما نبلش نحكي أو نرد على الأسئلة اللي أنتوا عم تسألونا إياها كتير، وأنا بعتذر من الناس اللي بيتصلوا فينا وما منلحق نرد على الكل، إن شاء الله دايماً من خلال هيدي القناة إنه منطل عليكم، ممكن بالأسبوع مرتين، إن شاء الله نصير نطل بالأسبوع ثلاث مرات إذا الله راد. هيدا البرنامج كوني جميلة منكم وإليكم. شو عندكم أسئلة؟ شو عندكم مشاكل؟ شو عندكم أفكار؟ هيدا اعتبروه هو برنامجكم أكيد، وكل مشكلة في إلها حل. ما نتعب، ما نزعل، ما نفكر بشي سلبي، نهتم بصحتنا، جسدنا هبة ونعمة من رب العالمين. كيف نهتم بحالنا؟ كيف تهتمي بنفسك وبجمالك؟ مش بس انت، حتى الرجل، كيف الانسان بيهتم بحاله؟ كيف نحن فينا نشكر رب العالمين على هالنعمه اللي عطانا اياها من خلال حاله الفرح اللي بنكون فيها، من خلال نحن كيف ننتبه لحالنا، كيف نهتم بصحتنا؟ اكيد رح نقول هيك كم شغله نتعود عليهم. مثل ما بيقولوا، من لا يتقدم يتقادم، من لا يتطور يتدهور، من لا يتجدد يتبدد. بما معناه لازم دايما يضل في تغيير، حتى بديكور البيت غيري، بستايل لبسك غيري، باسلوب حياتك غيري، مع اولادك او مع زوجك. والاهتمام بالصحه هيدا شيء كثير مهم. مش مهم اهتميتي ببيتك، مش مهم بس عملتي اكل لعائلتك، مش مهم بس تهتمي باولادك، ما انت لا تقدري تعملي كل هودي الاشياء بتكوني دايما انت المبتسمه، انت الاجمل، انت الاقوى، انت الاروع، انت الاذكى. فهيدا الامور ما فيك تكوني هيك الا اذا حبيتي حالك، مش يعني تحبي حالك لحتى تكوني انانيه. قد لا اكون الاروع، قد لا اكون الاذكى، قد لا اكون الاجمل، لكن اذا جاءني المهموم اسمع، واذا ناداني صاحبي لحاجه انفع، وان حصدت الشوك فسابقى للورد ازرع. لازم كل مره هيك تكون. اهلك بحبوكي غنيه، اولادك بدن ياكي قوية، زوجك بحاجة لإلك تكوني كتلة حنية، لتكوني كل هودي الأشياء بدك تحافظي على حالك، لتعطي إنه أنت الأقوى وأنت طبيعتك حلوة وأنت الجميلة وأنت الطاقة الإيجابية. الله سبحانه وتعالى وهبنا قدرة لحتى نصبر، لحتى نغفر، لحتى نسامح. ما بنقدر نحب إذا ما كنا بنغفر وبنسامح. أوكي، بناخد اتصال. اهلا وسهلا فيك ام اياد، قولي لي حبيبتي شو سؤالك؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ حبيبتي اهلا وسهلا فيك، تفضلي. بجد منوره الدنيا كلها والله. ما سمعتها شو قلت لي، قولي لي. حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. الله يخليكي، الله يخليكي، تفضلي شو بقدر ساعدك؟ اوكي، معنا حدا تاني؟ اوكي، بعتذر. طيب سناء قولي لي حبيبتي، اهلا وسهلا. الو، ايوه يا سناء. طيب اوكي، بعتذر لما ينقطع الخط. فاي اسئله اكيد نحن بنرد عليها. بالنسبه لمشاكل الوزن الزايد، لحتى نضلنا نحن بطاقه وبصحه وبرشاقه بدنا نشرب كثير مي. 70% من جسم الانسان مي. يعني بتقولي لي انا عاوزه اخس، بتقولي لي انا بطني كبيره، بتقولي لي عندي نفخه، بتقولي لي عندي سوء هضم، كل هيدي المشاكل اكيد هلا بنشوف خلطه المصران، جهزي لي اياها. اكيد نحن اذا شربنا على القليله لتر ونص مي كل يوم، على القليله، يعني ممكن تشربي لترين او ممكن اكثر شوي تشربي مي كل يوم. المي بالجسم بتقوي الطاقه، بتنظف الجسم، بتنشط الدوره الدمويه، بتخلي في ريحه طيبه يطلع من جسم الانسان، ما في يضل في سموم عم تتراكم. المصران اذا كان في امساك، لانه كثير في ناس بتاكل خبز، بتاكل رز، دائما ناكل فواكه كثير، ناخذ شوربه كثير، ناخذ سوائل كثير، تعودوا يضل المج بايدكم. ينسون، بابونج، الشاي، الشاي الاخضر، الكركدان، الزنجبيل. ناخذ سناء قبل ما يقطع الخط، تفضلي حبيبتي. ايوه
مساء الخير. يا هلا مساء الورد، اهلا وسهلا. يا حبيبتك. حبيبتي تفضلي. نورت الدنيا الحمد لله على السلامة يا دكتور. ميرسي كتير، منورة بأحلى مصر. قولي لي حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي، بتكلم على الكريم اللؤلؤ بعد إذن حبيبتي، لو أنا حطيته على الوجه وأنا خارجة بيدي لمعة ولا بيبقى مش واضح في الوجه في الوش؟ وتاني سؤال حضرتك بسأل على حد الرشاد، أخده حضرتك زي ما هو كده نشف ولا بنقعه في إيه؟ يعني قولي لي الطريقة المفيدة اللي تبني، يعني أخده بأنهي طريقة حضرتك؟ أوكي. عندك سؤال تاني؟ لا ميرسي لحضرتك. شكرا لك حبيبتي، شكرا لاتصالك. اول شيء بس لجاوبها قبل ما انسى، بالنسبه لبذر الرشاد، بذر الرشاد بنطحنه وبناخده بودر هيك يعني بالملعقه ونشرب وراه مي، او ممكن نرشه على الزبادي، او ممكن نحطه مع لقمه زعتر او مع اي او الجبنه او اي شيء، المهم يفوت على الجسم. ممكن ندوبه بالمي ونشربه بس مش ننقعه، لا بناخده دايركت. خلينا ناخذ بريك وبرجع بجاوبك على كريم اللؤلؤه. كنتي سناء عم تسألينا عن كريم اللؤلؤة إذا بيعطي إكلا وبيعطي نضارة، أكيد بيعطي نضارة. كريم اللؤلؤة الفضية بنستخدمه بالليل، وكريم اللؤلؤة الذهبية بنستخدمه بالنهار. ما بعرف موجود الفيديو مارينا نشوفه الكريمات. أوكي خلينا هلأ نشوف الفيديو الكريمات، أي كريمات بتحطيها نحكي عنها. اللؤلؤة الفضية واللؤلؤة الذهبية أكيد بيعطوا نضارة، بيشدوا الوجه، وأي كريم من منتجات سليمة دايماً للتجاعيد هو بحارب، سواء كريم التبييض أو كريم الكولاجين أو كريم الكافيار، كل هيدي الكريمات. بس بما أنه سألتينا أوكي خلينا ناخد نشوف هودي الكريمات ومنرجع نتكلم عنه. تقرحات البشرة والتجاعيد وغيرها من المشاكل الجلدية، وكريم الذهب من منتجة سليمة بيحتوي على الفيتامين إيه، بيقضي على التجاعيد نهائيا خلال فترة قصيرة، بنشط وبرمم الخلايا، بشد الجلد وبيساعد على تبييض البشرة. لما نستخدم كريم الذهب كل يوم مساء بيعطينا بشرة لامعة ومفعمة بالحيوية من أول استعمال. بيحتوي كريم اللؤلؤة الذهبية من منتجة سليمة على فيتامين إيه وفيتامين أي، بيساعد على نضارة البشرة وبكافح التجاعيد. يستعمل بنهار فبيحمي من الشمس وبيجدد الخلايا، أما حبيبات اللولو فبتضفي نقاء وجمال على البشرة. الكريمات فينا نستخدمهم بنهار، بيعطوا إكلا، بيعطوا نضارة، وكمان كتير مهمين للتجاعيد بإذن الله. دايما لمحاربة التجاعيد نقص الاستروجين والكولاجين بالوجه، يعني مش بس انه انا عندي كلف او عندي دبغة او انا بدي شيل التجاعيد، في كتير قصص نستخدمهم وضروري نستخدمهم قبل ما نستخدم اي كريم، اللي هن حبوب الكولاجين اللي هن هلأ عم نشوفها على الشاشة، كريم اللؤلؤة الذهبية نستخدمه وبنطلع بالنهار، كريم اللؤلؤة الفضية بنستخدمه بس بالليل، وكريم الذهب فينا نحطه بنهار وبالليل. هلأ رح تحكي عن حبوب الكولاجين، جهزي لي اياهم. حبوب الكولاجين بيعطوا نضارة، نقص الاستروجين والكولاجين بجسم أي ست أول شيء بيصير في تجاعيد عند الرقبة على الصدر، وبيكون في ضعف بالبنية، يعني مش مهم بس نحط الكريم. فحبوب الكولاجين من الأشياء الرائعة جدا. وسيروم الاسكوالين، سيروم الاسكوالين اللي هو زيت كبد الحوت، كمان يمكن في له صورة عنا هلأ منشوفه، زيت كبد الحوت لازم الوجه سبع طبقات، بدنا شي يفوت على جذور البشرة. فهيدا الزيت أو هو هيدا السيروم هو عبارة عن كبسولات مثل ما نحنا شايفين على الكاميرا. هيدي الكبسولات كل يوم بنفتح بنستخدم كبسولة، هيدي الكبسولة بتكفينا أسبوع، نقطة صغيرة بنحط من الكبسولة على وجهنا على رقبتنا، وبنمسح أكيد المسا بالليل، بنستخدم كل كبسولة بتكفينا أسبوع، ما بدنا أكثر من نقطة صغيرة. لكن هيدا للتجاعيد رائع جدا، يعني إذا بيكون في تشققات بالوجه، إذا بيكون واحد عمل عملية أو صاير معه حادثة أو مقطع الوجه، يعني في مشكلة، هيدا بيرمم البشرة وبيشد الجلد وبيعطي نقاء ونضارة. هيدي صورة سيروم الاسكوالين. سيروم الاسكوالين من الأشياء الرائعة لتحافظي على جمالك، حبي حالك،
مع سيروم السكوالين كتير مهم ورائع. وفينا كمان نستخدم حبوب الكولاجين، صارت جاهزة حبوب الكولاجين. حبوب الكولاجين بناخد حبة كل يوم، يعني علبة الكولاجين عبارة عن 60 حبة. الكولاجين مع لبان الذكر، على فكرة بمنتجات سليمة كل شيء ناتورال، كل شيء طبيعي، يعني ما في لا مواد حافظة لا شيء غلط لا شيء كيميائي، هيدا لبان الذكر وكولاجين طبيعي 100% بإذن رب العالمين. منقدر ناخد من الكولاجين كل يوم حبة، كل علبة فيها 60 حبة. اوكي، فهلا بنشوف بس يصير جاهز خلينا نشوف حبوب الكل. يلا خلينا نشوف الفيديو. حبوب الكولاجين علاج لتجدد خلايا الجسم، بتخفف علامات الشيخوخة بالوجه، بتعطي نضارة للبشرة، بتحتوي على فيتامينز وخلاصة الكولاجين الطبيعي لبان الذكر، مفيدة للجسم وبتقوي المناعة، كما أنه بتنظم وبتنشط الهرمونز. تستعمل هالحبوب للرجال والنساء مرة يوميا. حبوب الكولاجين مرمم ومجدد الخلايا ولشباب يدوم. دايما منقول لشباب يدوم، لطاقات تزيد، للنشاط والحيوية. فلما يبقى عندك مشكلة صحية بتستخدمي حبوب الكولاجين، بتستخدمي سيروم السكوالين، وبنستخدم الماسكات قبل ما نستخدم أي كريم من كريمات سليمة. أكيد ماسك الأعشاب عنا هلأ منشوفه اللي بيحتوي على 13 نوع من الأعشاب. خلينا نشوفه مارينا. بابونج، قصعين، حلبة، ترمس، حمص، حبة البركة، كل هيدي الأعشاب موجودين بماسك الأعشاب. ممكن نخلطه أو نمزجه يعني مع الليمون، ممكن مع عصير البرتقال، ممكن مع مية البابونج، رائع جدا، ممكن مع ماء الورد. خلينا نشوف هيدا الفيديو. لمعالجة مشاكل البشرة وشد الوجه يفضل استخدام ماسك طبيعي قبل الكريم. وماسك الأعشاب من منتجة سليمة بيقضي على الكلف والنمش، بشد الجلد وبيخفي التجاعيد، لاحتوائه على 13 نوع من الأعشاب من البابونج، القصعين، الحلبة، حبة البركة وغيرهم. يستعمل مع لبن أو عصير طبيعي أو زهورات مرتين بالأسبوع لمدة 20 دقيقة. مثل ما بنعرف إنه الوجه 7 طبقات، فيفضل استخدام ماسك طبيعي لتنشيط البشرة. والماسك فينا نستخدمه مرتين لثلاث مرات بالاسبوع. بناخذ مداخله مع مدام رجاء. اهلا وسهلا فيكي مدام، تفضلي. الو، بطلت معنا. الو رجاء فين؟ اوكي، عم يمكن نظرا لكثافه الاتصالات عم يفصل التليفون. لكن ماسك الاعشاب او اي ماسك نستخدم، ممكن نحن نمسح بقشره الموز على وجهنا، ممكن نمسح بحبة الأفوكا، ممكن نمسح بحبة المانجا أو قشرة المانجا. يعني في كتير ماسكات ممكن نحن نعملها بالبيت كلها بتعطي نضارة. وحكينا بالحلقة اللي قبل هلأ عن ما عن الألوفيرا، هي بالشنطة هلأ منجيبها على البريك لفرجيكم الألوفيرا الطبيعية، حكينا منها. بناخد إيمان، تفضلي معنا. ألو. ألو. أيوة تفضلي. ازيك يا دكتور؟ حبيبتي اهلا وسهلا فيكي. لو سمحت انا عايزه اسالك على سؤالين. اتفضلي. عايزه وصفه لتقويه العين الضعيفه. اوكي، والوصفه الثانيه؟ وصفه لجرثومه المعده. اوكي، شكرا لاتصالك حبيبتي. اول شيء لجرثومة المعدة، مثل ما قلنا لما نشرب كتير مي هيدي الميكروبات والسموم بتبطل موجودة. لجرثومة المعدة اذا منغلي قشر الرمان، الرمان دباغ المعدة، الرمان حتى مذكور بالقرآن الكريم، رائع جدا وبيفيد كتير. قشر ربع رمان، يعني منغلي مقدار 2 ماج مثل هيدا، منغلي المي، الرمان ما منغلي لانه مر كتير، منغلي المي ومنحط ربع رمانة، يعني القشر مع اللب الرمان منحطهم بالمي اللي عم تغلي ومنشرب منهم فنجان الصبح فنجان المساء. بمنتج سليمة اكيد موجودة خلطة الرمان، خلطة الرمان من الاشياء الرائعة جدا. بس اذا مش قادرة تحصلي على المنتج، مع انه منتجات سليمة صارت تقريبا موجودة بمصر، رح يكون قريبا في عنا فرع لهيدي المنتجات، ورح يكون في مركز لمنتجات سليمة بإذن رب العالمين.
واي حدا بده اي شيء مش مشكله. بالنسبه لتقويه النظر، لتقويه العين، يعني هيك قصدك سؤالك ايمان، بناكل الزعفر، بنغلي الزعفران وبنشرب، بناكل التمر كثير، الزبيب رائع جدا، الاشياء اللي فيها كمان مغنيسيوم يعني مثل الموز، مثل التمر، مثل الشوكولا اللي هو الكاكاو الاسود. هلا بنشوف فيديو رائع للكاكاو الاسود، الكاكاو الاسود هو شوكولا سوداء، هيدا من منتج سليمة. نحن كلنا بنشرب قهوة وشاي ونسكافيه، بدنا نصير نتعود نشرب الكاكاو. الكاكاو فيه كتير مغنيسيوم، الكاكاو بنشرب منه فنجان الصبح، فنجان الظهر، المساء، 3 مرات باليوم، 4 مرات، ما في مشكلة. خلينا نشوف الفيديو بنرجع نحكي عنه. الكاكاو غني بالمعادن مثل الحديد، المغنيسيوم والكالسيوم، فبيقدم مضادات للالتهابات والحساسية، بالإضافة بيساعد بخفض ضغط الدم وبنظم مستويات السكر بالجسم. فكيف إذا كان مشروب الكاكاو الأسود من منتجات سليمة؟ فهو بيحرق الدهون، بيحارب الاكتئاب والتعب، بيزيد تدفق الدم للدماغ، كما أنه بيساعد على خسارة الوزن، ويعتبر منشط طبيعي للرياضيين. الكاكاو فوائده كتيرة وبناسب كل الأعمار، فاستفيدوا من الشوكولا السوداء. الكاكاو غني بالمعادن. نشرب الكاكاو كل يوم، والكاكاو هو من الاشياء اللي بتحرق الدهون. مجموعة انقاص الوزن بمنتج سليمة، هلا بنشوف كمان ريبورت خلطة المصران اللي هي الخلطة المنشطة للمصران مع الكاكاو الاسود مع حبوب قاطع الشهية. هيدي الثلاث اشياء هن بيساعدوا انه نحن نضعف بين 4 ل5 كيلو بالشهر، بس لحتى نضعف مفروض نخفف خبز، منخفف سكر، منخفف المقالي. بس تصير جاهزة خلطة المصران قليلة، مناخد فنجان من الكاكاو. الكاكاو ولادك بيشربوا، زوجك بيشربوا، الحدا ختيار بيشربوا، لأنه في كتير مغنيسيوم لهر الشعر، لنضارة الوجه، لتقوية النظر. يعني نحن كنا عم نحكي عن تقوية النظر، كمان الشوكولا رائعة جدا وبتفيد. خلينا ناخد اتصال. ألو ألو، تفضلي. يا هلا حبيبتي، الله يخليكي. لو سمحتي، عايزه 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 اوصل للبشره الدهنيه. اوكي، تكرم عينك. لكن حبوب قاطع الشهيه، هلا منشوف الصور والفيديو. خلينا نشوف الفيديو لخلطه المنشطه للمصران اللي بناخذها مع الكاكاو عشان ننحف ويدوب البطن. كسل الجهاز الهضمي من الأسباب الأساسية لمعظم مشاكل الجسم. للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي، ننصح بشرب الزهورات يومياً. وخلطة الزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر، القصعين، الزعرور، البابونج، عرق السوس وغيرهم، فبتنشط المصران، بتمنع النفخة والإمساك، بتلين المعدة، وبتساعد على تنشيط الكبد والكلاوي، وهيك الجسم ما بيمتص أكثر من حاجته. والأكيد أنه إذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3 ل4 كيلو بالشهر، طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم. لكن الخلطة المنشطة للمصران اللي بيكون عنده نفخة، اللي عنده غازات، اللي عنده إمساك، حتى اللي ما بده يضعف بيقدر ياخد من خلطة المصران. نشرب فنجان الصبح، فنجان المساء، كلها أشياء طبيعية، حتى اللي عنده ضغط، حتى اللي عنده سكري، اللي عنده كوليسترول، بتساعد أنه تخفف هيدي الأشياء. هيدي المجموعة مع بعضها بتضعفنا بين 3 ل4 كيلو بالشهر إذا خففنا خبز وسكر ومقالي. أنا لا أؤمن بشيء اسمه رجيم، نحن مع نظام غذائي متوازن، بليز خففوا أكل الخبز. قد ما فيكم خففوا أكل الخبز، كنت عم بتطلع بحالي. فحبوب قاطع الشهية بنقدر ناخد حبة الصبح، حبة عشية. هلأ منشوف الصورة اللي لمجموعة أنقاص الوزن مع بعضها، لكن هيدي المجموعة بتضعفنا. والكاكاو الأسود، عودوا ولادكم يشربوا كل يوم كاكاو، يعني منخفف شوي من النسكافيه نستبدلها بالكاكاو الأسود. بقولولي بشو بدنا نحلي الكاكاو الأسود؟ ممكن نحليه بالعسل، ممكن نحليه بشوي صغير سكر، ممكن نشربه بدون سكر، ما في مشكلة. هيدي مجموعة أنقاص الوزن اللي هي الخلطة المنشطة للمصران مع حبوب قاطع الشهية، لحتى يضل جسمنا رشيق وطلتنا بهية. فنستخدم خلطة المصران مع حبوب قاطع الشهية بشكل يومي بإذن رب العالمين، أكيد نحن منضعف. بناخد اتصال من أم أحمد. ألو، السلام عليكم. يا هلا حبيبتي، أهلا وسهلا.
لو سمحتي انا نفسي شعري يطول شويه، تمام؟ عاوزه قصه طبيعيه. تكرم عينك. أنا حكيت بالحلقة الماضية عن مشاكل هر الشعر، نحن جديدنا رح نشوفه نهار الخميس إذا الله راد، الحلقة الساعة 11 مش مزبوط مباشر بإذن الله، رح نكون الخميس الساعة 11 رح نحكي عن زيت الآلام لزيت الوجع وزيت الشعر، رح يكونوا موجودين معنا بالحلقة، وهيدا علاج فعال ورائع، يعني مجموعة من الزيوت بإذن رب العالمين رح يكونوا موجودين معنا. الوصفات الطبيعية بالبيت، تكلمنا عن مية الألوفيرا، عن عشبة الألوفيرا رائعة جدا، وبنقدر كمان إنه نحن نستخدمها نمسح فيها على الوجه ونمسح على الشعر. مية الرز لما نغسل الرز المي بتاعته ما نرميها، منحطها بالمج ومنزته على شعرنا، منفوح الشعر فيه، ما منرجع نتحمم من بعده، منتركه ساعتين ثلاثة أربعة أو لتاني يوم ما في مشكل. سألتيني عن البشرة الدهنية، كمان مية الرز إذا نقعنا شوي الرز بالمي، المي اللي بتبقى هيك زي النشا بتبقى بكعب بالقعر تبع الماج، يعني لما نحط مية الرز بضل فيه بالأرض هيك مية النشا هي، إذا مسحناها على الوجه بتبطل البشرة دهنية. إذا حطينا اللبن الزبادي مع الخميرة، لبن الزبادي مع الخميرة كمان عشان البشرة الدهنية، هيدا رائع جدا. أوكي خلينا نشوف أوكي خلينا نشوفها لمشاكل الشعر، الكريم الشعر والزيوت، يعني نحن عنا كريمات وزيوت للشعر، هي من الأشياء الرائعة جدا وأكيد بتعطي نقاء ونضارة. ناخد اتصال. ألو ألو ألو. أيوة حبيبتي تفضلي. دكتورة سليمة ولا إيه؟ أهلا وسهلا فيك تفضلي. كنت عايزة أوصل كلف البشرة. تكرم عينك أهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. يمكن كريم الكلف والنمش موجود معنا اذا منشوفه، واذا مش موجود نحن بمنتجاتنا اكيد عنا كريم الكلف والنمش اللي هو كريم اللولو اللي بيقضي على الكلف والنمش، يفضل استخدامه مع ماسك سمخ الشجر، اكيد بنستخدمه مع ماسك سمخ الشجر، هيدا رائع جدا وبيفيد باذن رب العالمين. كريم الكلف بنستخدمه بالليل. هلا نحن بالبيت شو ممكن نستخدم؟ إذا لقيتيه خلينا نشوفه. بالبيت شو ممكن نستخدم نحن كرمال نقاوم الكلف؟ قلنا مية الرز رائعة جدا، فينا نستخدم اللبن الزبادي مع الخميرة نعملها ماسك كمان بتساعد تخفف الكلف، فينا نستخدم الليمون إذا منقص الليمونة منحط معها الكربون، الكربونات يعني منغط الليمون بالكربونات ومنفرك على وجهنا ومنتركها بشكل يومي، منتركها 10 دقايق أو ربع ساعة بعدين منغسل الوجه، كمان كتير بيساعد انه يخفف النمش والكلف. قلنا عن الموز، لما ناكل الموز القشرة تبع الموز القشرة من جوا بنمسحها على وجهنا وبنتركها بعدين بنغسل. بمنتجات سليمة في عنا شيء اسمه ماسك سمخ الشجر، نحكي عنه بالحلقة اللي جاية اذا الله راد. ماسك سمخ الشجر من الاشياء رائعة جدا. خلينا نشوف كريم الكافيار او بنرجع نشوف كريم اللولو، كمان كريم الكافيار للتجاعيد وبيساعد انه يخفف نمش والكلف، منشوفه بهالريبورتاج. بيحتوي كريم الكافيار على الأوميجا 3 والفيتامين إي وغني بالمغنيسيوم والكالسيوم، فالمضادات الأكسدة الموجودة بالكافيار بتشد الجلد وبتخفف الترهلات، كما أنه بتلغي الخطوط الموجودة بالوجه. بتساعد الأنسجة على احتفاظ بالمي اللي بتساهم بتعديل عملية فقدان وامتصاص البشرة للرطوبة. وكريم الكافيار من منتجات سليمة بغذي البشرة وبحارب التجاعيد وبحسن الجهاز المناعي للجلد، فبيمنحنا بشرة خالية من الشوائب وناعمة. بيحتوي كريم الكافيار على الأوميجا 3 والفيتامين إي وغني بالمغنيسيوم والكالسيوم، فالمضادات الأكسدة الموجودة بالكافيار بتشد الجلد وبتخفف الترهلات، كما أنه بتلغي الخطوط الموجودة بالوجه. بتساعد الأنسجة على احتفاظ بالمي اللي بتساهم بتعديل عملية فقدان وامتصاص البشرة للرطوبة. وكريم الكافيار من منتجات سليمة بغذي البشرة وبحارب التجاعيد وبحسن الجهاز المناعي للجلد، فبيمنحنا. نحن كنا حكينا عن الألوفيرا، هيدي عشبة الألوفيرا كلنا بنعرف الصبير وموجود كتير بمصر الألوفيرا، هيدا كتير مهم. إذا من قصة تقرب لي شوي الكاميرا عليها، موجودة وين ما كان وعند أي حدا، في منا هيدا الحجم وفي منا الحجم الأكبر،
فإذا قصيناها وفتحناها بهيدا الشكل وممكن أوكي كاميرتي هاي ولا هاي أوكي هيدا هيدا بنفتحها بهيدا الشكل وبنمسح منها على الشعر وبنمسح منها على الوجه. يعني إذا بتشوف كيف فينا نمسحها لحتى يطلع هيدا المادة اللزجة منها، ممكن نمسحها على وجهنا ما في مشكلة، حتى لو حاطين ميك اب وبنتركها ما بنغسل، وممكن نمسح فيها هيك على الشعر بشكل يومي، يعني امسحي فيها بشكل يومي على شعرك واتركيها، كثير بتساعد انه تقوي الشعر. إذا حدا عنده حرق، إذا حدا عنده جرح، إذا حدا عنده نشاف بالجلد، حدا عنده كلف، نمسح من الألوفيرا بشكل يومي، هيدا كتير مهم وكتير بفيد بإذن رب العالمين. رح ناخد اتصال. ألو. السلام عليكم. يا هلا، الله يسلمك، تفضلي حبيبتي. أنا وشي البشرة غير موحدة، ممكن وصفة طبيعية؟ تكرم عينك، شكرا لاتصالك. قلنا مية الرز، منقول البطاطا، إذا منبرش البطاطا ومنمسح فيها على الوجه كتير بتساعد إنها توحد اللون. ورجعنا ومنرجع منقول الليمون مع الكربونات أو الليمون مع الشبة، يعني أنا عم بعطي الماسكات اللي شوي سهل إنه نحنا نستخدمها، ويا ريت تستخدموا الماسكات بمنتج سليمة اللي هن ماسك الأعشاب وماسك صبغ الشجر، هن علاج فعال لكل هيدي القصص بإذن رب العالمين. رح نعطي وصفات كرمال نطرد السموم من الجسم لحتى نحن بيكون عنا سموم لوجع الظهر، للتكلس، للديسك، لوجع الإجرين، لهر الشعر، للنفخة، لريحة النفس، لريحة العرق البشعة بالجسم. كل هيدي القصص إذا نحن عرفنا كيف ناكل وشو الأشياء اللي ناخدها بتساعد كرمال إزالة هيدي السموم. منقدر ناخد الزنجبيل، إذا برشنا شوي الزنجبيل الأخضر مع الليمون، إذا عصرنا الليمون اللي هو الحامض، يعني مثلا مقدار 3 ليمون مع تقريبا ملعقة زنجبيل، بنحطهم بأربعة مج مي من هيدا، بأربعة مج، بأربع كبايات مي، أوكي، نعصر عليهم 3 ليمون وبنحط زنجبيل، فينا نحلي بملعقة عسل، نقدر نحلي بملعقة عسل وبنشربهم طول النهار، يعني كل شوي بنشرب منهم شوي على مدة 20 يوم. هيدي الوصفة كتير بتساعد لإزالة السموم من الجسم. رح منشوف إن الله راد فيديوهات لطرد السموم وشو ممكن ناخد بالحلقة اللي جاية بإذن الله. لتنظيف السموم من الجسم ناخد اتصال. ألو. ألو. أيوة تفضلي حبيبتي. مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الورد، قولي لي حياتي، تفضلي. انا كنت بس عايز اتكلم على الصبار، انا شعري تحفه من الصبار بجد، يعني كلامك روعه، دي معلومه مهمه جدا لكل الناس، وعايزه اقول لك ان انت جميله قوي وباخد منك طاقه، يعني حاجه حلوه قوي، كل ما بشوفك ببقى فرحانه قوي. على فكره بتقولي كلام حلو جدا حبيبتي. شكرا قوي. حبيبتي شكرا لاهتمامك، وشكرا انه انت عم بتتابعي معنا وعم بتتابعي هيدا الوصفات، ولما تشوفي حدا جميل قوي ومبسوطه فيه قوي، مش لانه هو جميل، لانه انت من جوا حلوه. فمن ليس في نفسه جمالا كيف يرى في الوجود شيئا جميلا؟ واللي بداخله شيء حلو هو اكيد بشوف كل الناس حلوه. برافو انك بتستخدمي الصبير، وفينا حتى الصبير يعني ممكن نفتح الحبه اثنين ونحطها وهيك نملس الشعر فيها حتى للناس اللي شعرهم اجعد. وما نخلي، رح نشوف بالحلقه الجاي كثير الزيوت المهمه للشعر باذن رب العالمين. وخلينا نحن نتعود انه نشرب مي كثير، ناخد المي بشكل يومي لتر ونص مي، نشرب ورا كل وجبة أكل كوب مي في ليمون، يعني بس بعد الغداء أو بعد العشاء ما في مشكل، هيدا بيساعد أنه يخفف الوزن وبيساعد أنه يحرق الدهون، بيساعد أنه حتى يحرق الكوليسترول. ومنرجع منركز على شرب الليمون مع الزنجبيل، هيدا لأنه بيساعد أنه ينظف السموم من الجسم. بالأغذية اللي سليمة دايما بتقول أو بتنصح فيهم، لبن الزبادي، حبة البركة، المكسرات النية يعني زي الجوز واللوز والكاجو والفستق والبندق وهيدي الأشياء، التمر والزبيب، العصير الطبيعي وخصوصا عصير الشمندر اللي هو البنجر، يعني
وعصير الرمان وعصير المانجا. هيدي من الحاجات اللي كتير مهمة للي عندهم ضغط وسكري وجع إجرين ووجع ركب. حب الرشاد بيساعد إذا أخذنا كل يوم، لأنه في أوميجا 3. ومنحكي عن زيت السمك، زيت السمك هيدا بينفع للصغار من عمر 10 سنين أو 15 سنة بيقدروا ياخدوا زيت السمك، للختيار، للكبير، للستات. بناخد اتصال. ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله، تفضل، اهلا وسهلا فيك. الله يكرمك. بقول لحضرتك انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج الاول. الله يسلمك. بقول لحضرتك انا في حد قال لي على وصفه، انا عايز حابب ان انا انزل من وزني شويه، تمام؟ انا وزني 91 كيلو، فحد قال لي ان انا نشرب قرفه مع ليمون مع جنزبيل، اللي هو الجنزبيل البودره مش الفريش اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي. صح. مع كمون الصبح على الريق كل يوم مج كده، دي الكلام ده كويس ولا نعمل ايه؟ انا حابب ننزل من وزني شويه والله لو سمحت. هلا بقول لك. عندك سؤال تاني؟ الله يبارك لك يا فندم. اوكي، شكرا لاتصالك. اول شيء القرفه والليمون والكمون، وهيدا كثير منيحه للمعده، والقرفه على فكره كثير رائعه لمريض السكري، هو بيساعده انه ينزلوا الوزن، بس ما نشرب على الريق، ما ناخذ شيء فيه ليمون على الريق ممكن ياذي المعده. بتشرب 3 كوب مي سخنه، مي دافيه الصبح على الريق، ما تاخذوا شيء الا 3 كوب مي دافيه. من بعد هيك ممكن ناكل موزه، ممكن ناكل حبه تمر، ممكن ناكل شيء خفيف بدون خبز اكيد، بعدين بناخذ هيدي الوصفه اللي حضرتك عم بتقولها. فيك تاخذها الصبح وفيك تاخذها بعد الظهر، رائعه جدا. هلا بدك تضعف، ممكن تجرب الكاكاو ومع خلطة المصران اللي بمنتجاتنا، هيدي المجموعة لا انقاص الوزن، وممكن تحصل عليها بمصر، موجودة وفي مندوبين أكيد إذا بتتواصلوا على الأرقام اللي عم تقطع، أرقام سليمة اللي هن الرقم الخط المصري والواتس أب اللبناني أكيد. أهلا وسهلا بكل حدا بيتصل. وبنشرب الكاكاو الأسود، خفف الخبز، اعمل رياضة، مشي على القليل كل يوم نص ساعة، على القليل نص ساعة لو بأرض البيت. كل حدا عنده وجع، كل حدا عنده ألم، كل حدا عنده وزن زايد يمشي لو بأرض البيت، لو على الطريق، مش شرط أنه يروح نادي. المشي كتير منيح، المشي بينشط الجسم، المشي بيقوي هرمون السعادة بالجسم وبيعطي طاقة، والمشي بالشمس لأنه بناخد فيتامين دال. فخفف الخبز، خفف المقليات، ما تشرب المشروبات الغازية، اشرب الزهورات، اشرب الكاكاو الأسود. لو ما أخذت من سليمة بتلاقي بالسوق كاكاو الأسود، هيدا رائع جدا وبيساعد أنه يضعف. والوصفة اللي أنت بتعملها كتير مهمة، مش مهم الزنجبيل إذا كان بودرة ولا فرش، بس أكيد لما يبقى في زنجبيل فرش أكيد هيدا أفضل بكتير. أكيد الحلقة رح تنعاد اليوم بالليل، رح يكون في حلقة تانية هيدا الأسبوع بإذن رب العالمين يوم الخميس الساعة 11 بالليل. بتمنى انه تتابعونا ومنرد على مدام فاطمة. الو 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 ايوه يا دكتور. ايوه حبيبتي، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزه اسال بس على سؤال عن تساقط الشعر وضعف الشعر، عايزه حاجه تقويه، وصفه طبيعيه. تكرم عيني. وعايزه معلش سؤال كمان، تفضل. حاجه للكلف. حاجه للكلف؟ اه. اوكي، شكرا لاتصالك. حياتي نحن حكينا بأول الحلقة كذا وصفة كرمال الكلف، وقلنا موجود كمان بمنتجاتنا كريم خاص للكلف. بالنسبة لهر الشعر حكينا عن الوصفة الطبيعية اللي هي مية الرز، فينا نستخدم أي نوع زيوت، زيت حبة البركة، زيت الغار، زيت جوز الهند، أي زيت موجود عندك، زيت الزيتون ممكن تنقع الشعر فيه. رح نحكي الخميس عن التركيبة الجديدة زيوت الشعر بمنتج سليمة، وسعرها أبدا مش غالي، يعني المجموعة سعرها 250 جنيه، بتكفينا أكثر من شهرين، ورائعة جدا وبتفيد كتير. ومية هيدا عشبة الألوفيرا كمان من الأشياء الرائعة، وكمان بمنتج سليمة في مية ماء الألوفيرا، يعني هو مهم كتير وبيساعد أنه يقوي جهاز المناعة بالجسم. دايما لازم نشرب أشياء سخنة قد ما فيكن، كل ما فتنا سرعة التواليت أكتر، كل ما طلع البول من الجسم أكتر، هيدا الشيء بيساعد على طرد السموم. لازم نمشي قد ما في نسبة عالم عندها فات، في نسبة عالم عندها وزن زايد، خففوا، خففوا الخبز، اشربوا مي كتير، مثل ما قلت وبضلني أقول وبضلني عيد، 70% من جسم الإنسان مي. اللي بده يتابعنا نحن على اليوتيوب، على الفيسبوك، أكيد بنكتب سليمة حرب،
بتلاقوا في تشانل، في الحلقات، كل شيء بترجعوا تتابعوا. أكيد تابعونا دايما على قناة الصحة والجمال كل ثلاثة الساعة 7 المساء بإذن الله، والحلقات رح تنعاد. واليوم رح يكون في هيدا الأسبوع حلقة نهار الخميس الساعة 11، بعد معنا وقت. وبدنا نقول انه بشكر كل الناس اللي عم بتواصلوا معي، بشكر كل الناس اللي بحبونا كثير، اكيد انا بحبكم كثير وانا مبسوطه انه نحن عم نطلع على قناه الصحه والجمال. بنشكر الجمهور وبتمنى دائما تتابعونا. بنشوفكم باذن رب العالمين يوم الخميس، الى اللقاء.